الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قائم متجدد مع هذه السلسلة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال في هذا الشهر الكريم، شهر الخيرات والرحمات والبركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر مسلما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. إخواني الكرام، هذا الحديث موجه بالأساس إلى أولئك الذين يتصدقون وينفقون ويسعون بأموالهم وأنفسهم من أجل موائد الإفطار ومن أجل إطعام الناس الفقراء والمحتاجين الذين هم فعلا يعني في حاجة إلى العون وإلى لفتة كريمة من لدنا في هذا الشهر الكريم. وصراحة هذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، نرى يعني جمعا غفيرا من موائد الإفطار في كافة يعني البقاع، سواء كان في بلادنا تونس الحبيبة، يعني يوجد عدد كبير من هذه الموائد في جل الولايات تقريبا، توجد هذه الموائد النيرة بإذن الله تبارك وتعالى، كذلك في دول أخرى أيضا موجودة، وهي ظاهرة يعني من ظواهر البر ومن ظواهر الإحسان والأنفاق والصدقة الكريمة الطيبة التي يبارك فيها المولى تبارك وتعالى. فلهذا أنا وددت أن أبشر هؤلاء ببشارة عظيمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت إذا كنت من الذين يعني أنفقوا في سبيل هذه الموائد ولازلت تنفق فيها وتمول هذه الموائد ولازلت تمول الجمعيات الخيرية التي تحرص وتسهر على هذه الموائد، موائد الإفطار، أنت ستفطر صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره، يعني غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يعني الإنسان يأتي ويخرج من, 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 من ماله الخاص ما قدر الله شاء وما شاء الله أن يكون، ويعطيه لهؤلاء القائمين على موائد الإفطار، وبعد ذلك يعني تقع هذه المائدة ويثبت الأجر له بإذن الله تبارك وتعالى. شرط أن يكون مخلص لله عز وجل، ما يكونش يعطي على أساس أنه رياء أو سمعة أو عجب أو خيالة، لا، هذا كله مطروح، لكن لابد أن الإنسان يحرص على الأقل في هذا الشهر أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى حتى يتقبل المولى سبحانه وتعالى منه ويثيبه على ذلك ويلقاه المسلم. والله يلقاه إخواني الكرام حتى يوما ما، يعني في 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 أي حادثة من الحوادث، وتو نحكي عليها بعد حين إن شاء الله. أما خلينا أول شيء نواصل مع قضية الثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يعني بلهجتنا التونسية، شخص فطر صائم يأخذ هو أجر الصيام لأنه هو صائم بطبيعته، ثم أيضا يضاف إليه أجر الصائم الذي فطره، يعني كأنه يصيم يأخذ أجر نهرين في نهار. يعني إذا كان بشي ينفق شهر كامل يأخذ شهرين في شهر، هذا المعنى، يعني على أساس أنه الكناية والخلاصة هو أن الأجر يضاعف، الأجر يضاعف يولي دوبل. وهذا هو اللي حاجتنا به، وهذا هو حاجتنا، أنه الناس تتسابق في الخيرات وتتسابق في الخير وتتنافس في الخير كما يقول المولى عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احنا اخواني الكرام، هذا علاش لازمنا نتنافسوا على الخير، على شكون ينفق اكثر وشكون يعطي اكثر المواد الافطار وشكون يتصدق اكثر على الناس، سواء بالمال او بالطعام او بالاطعام او حتى سبحان الله المساعده العينيه. نشوفوا برشا خيان ما شاء الله ربي يبارك فيهم، يهزوا ويتنقلوا في أهل الموعد هذه، يعني في وبسيارتهم الخاصة، ويعني خصوا من يأخذوا من أوقاتهم ومن عائلاتهم إلى هذا النشاط الخيري الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم عليه ثوابا مضاعفا بإذن الله عز وجل. فالمسلم لا يندم على هذا، وهذا الموضوع الذي يجب أن يتنافس عليه الناس، مش يتنافسوا على مش عارف أنا في الـ في الـ في الأسواق، يتنافسوا على لا أدري على حاجات يعني بسيطة وعادية يتنافسوا عليها، وإنسان يعارك عليها ويعمل عليها مشاكل وخصومات وكذا، في حين أنه الصائم لازم يكون يعني يتحرى يعني الأماكن التي يكون فيها استقرار، ويبتعد ويتجنب الأماكن اللي تكون فيها الأجواء متوترة، ابتعد عن هذه الأماكن، حاول يشوف أماكن فيها خير، فيها يعني تقربه إلى الله تبارك وتعالى، أي فعل فيه خير ويساهم في بناء جسر وبناء علاقة مع الله تبارك وتعالى فلابد المسلم أن يحرص عليه، ما يخافش من هذا لأنه ما يضيع له حتى شيء. اللي يعمل الخير ما يخافش منه، واللي يعمل الخير أي ولو كان
يعني مسألة بسيطة ولو كان مثقال ذرة من خير فسيجده أمام الله تبارك وتعالى عاجلا أم آجلا. وهنا تو باش نجو إلى قضية الثواب إخواني الكرام. وقت برشا ناس الآن يعطي يقول لك لا أنا أعطيت خلاص يزي ما عاش نعطي. يا أخي مدام عندك الخير مدام ربي بارك لك وأنعم عليك وعندك المال وعندك ما شاء الله فأنفق أنفق ومتخافش أرى ورب سبحانه وتعالى يعني يعوض لك خيرا ويزيدك خيرا وما يخليكش معناها الفاكل ما يخليكش فاك الفكر على أساس أنك طاعتي وبعدين تقول لا تخاف الفقر. لا لا ما تخافش الفقر. الشيطان يعدكم الفقر هذا صحيح متفقين لكن الله تبارك وتعالى يعدكم مغفرة منه وفضلا. المغفرة والفضل من عند الله تبارك وتعالى خير لك من الفقر الذي هو وعد من وعود الشيطان لعنه الله تبارك وتعالى وأخزاه. دائما باش تجيك أفكار باش يحاول إبليس أنه يثبتك على العمل الخيري وعلى فعل الخير مش بالضرورة مع جمعيات وجماعات لا حتى أنت إنسان بسيط عندك بعض المال تريد أن تتصدق به تجيك أفكار تقول لا والله كان عملت به حاجة أحسن والله كان عملت به كذا أحسن. لا يحاول المسلم دائما يكون يعني قوي مع نفسه ويروض نفسه. ليش؟ لأنه يستحضر خيرات الدنيا والآخرة ويلزم يستحضر أيضا الثواب في الدنيا قبل الآخرة. الآخرة هذا ثواب عظيم ولا شك لكن في الدنيا يا إخواني الكرام لما نقوم بالمساهمة مساهمة فعالة في قافلة خيرية أو مساهمة فعالة في مائدة أفطار أو مساهمة يعني في قفة رمضان أو لا أدري هل المسائل هذه كلها اللي فيها مظاهر الخير ومظاهر التصدق والصدقة والإنفاق وغيرها أي مساهمة فيك ولو كانت بسيطة سوف تجدها أمامك. وأكيد إخواني الكرام المشاهدين أكيد أن كل واحد منكم تعرض إلى ربما كمشكل في حياته ربما يعني وجد نفسه في يوم ما في ورطة كبيرة وكيف باش نخرج منها كذا وكيف فبعد يومين سبحان الله ثلاثة وجد نفسه وخرج من هذه الورطة باش هذا بإذن الله تبارك وتعالى وهذا لأنك قمت بفعل من أفعال الخير التي أثابك الله تبارك وتعالى عليها والتي يعني وجدتها في حين الضيق. كذلك احيانا نلقى واحد ساعات عمل يعني حادث سياره كرمكم الله ها وتعجنت تلقى السياره تعجنت تقول سبحان الله كيفاش خرج السيد هذا هذيك كما يقول ربي سبحان الله له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يعني معاقبات معناها يعني ملائكه ربي عز وجل يسخر لك ملكا يدافع عنك ويذب عنك ويحميك من الشرور من كل شيء وانت ما تدريش انت فقط افعل الخير وانساه خلاص. فالمولى تبارك وتعالى هو الذي يتكفل بالدفاع عنك وبالذود عنك وبرزقك وبحفظك وبأن يمتعك بالصحة والعافية. الله تبارك وتعالى يتكفل كل شيء أنت فقط توكل على الله سبحانه وتعالى واعتصم به جل في علاه ولا تشرك معه أحدا اعتصم به سبحانه فقط وما عليكش. وبعدين ما عايز تخمم لا تخمم في الرزق لا تخمم في القوت لا تخمم في حد شيء. ربي سبحانه وتعالى يعوض لك خيرا ويعوض لك أكثر مما أعطيت وهذا وعد من عند الله تبارك وتعالى وهذا يتسمى كأنك تقرض مع الله عز وجل. أما يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة. فأنت لما كأنك قاعد تحط في فلوس في رصيد في البنك البنك هذيك يوم القيامة تضاعف أضعاف مضاعفة فتجد يعني عدد كبير من الحسنات أنت نفسك شاكك فيها تقول منين جات هذه جات من إخلاصك وجات من صدقتك وجات من انفاقك في شهر الخيرات والرحمات والبركات. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ان شاء الله ربي عز وجل يجعلنا من المتصدقين والمتصدقات ويتقبل منا تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم ويعيننا على استثمار ما تبقى منه لفعل الخيرات وذلك طمعا في رضوان الله تبارك وتعالى وابتغاء لمرضات الله عز وجل وحبا في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وتوقا إلى جنات النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منها. اللهم أمين 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 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.